زفة هذه. أصبر ضبط شماغي ضبط شماغي. طيب ندور ندور عبا ما يخلص وليد. الله خير يا شيخ. لا البلدي قلبها كذا استوب. يلا الكثمي دور 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 دور. أعطينا 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 الثاني أعطينا البعده أعطينا البعده أعطينا البعده. عزيز جاهز نفسك أبغى قوتي. استوب يلا قوتي فيصل بن قربة. طيب طيب شباب بقول حاجة بس ويا ليت بس عشان حنا جونا هنا نشوفه كويس في متلقي وفي كنترول مرة ترى مندوشين مننا فنهدي شوي عشان يطلع الجو كويس. ها نهدى صالح القحطاني حبيبي أنت حبيبي مرة. طيب نتوكل على الله مع عبد المجيد البندر كيف الأمور والكشخة والرزة المزدوجة هذه والجكيت الله يوفقك إن شاء الله. سؤالك جدا طيب الربع اللي ما يعرف السؤال يقول يقول الله تعالى في سورة البلد وهديناه النجدين فمن نجدان؟ خمسة وعشرين ثانية. أعطني خيارات. خيارات الجنة والنار، المسلم والكافر، طريق الخير وطريق الشر. أقعد هنا معي. كنترول مو ناقص خصم. يقدر يحول. عشر ثواني لازم يجاوب. آخر خمس ثواني. المسلم والكافر. إجابة خاطئة هي طريق الخير والشر. سالب 200. عبد المجيد عوافي عوافي عوافي. عبد المجيد معك سعد الدوسري صح؟ اي سعد الدوسري بالتوفيق إن شاء الله. يلا عوافي ما راح شيء باقي أنت فيها. وين سعد؟ وليد وليد سؤالك يقول من القائل أعقل الناس أعذرهم للناس؟ ثلاثين ثانية. من القائل أعقل الناس أعذرهم للناس؟ أعقل الناس أعذرهم للناس. عيونك عندي هنا يا وليد تكفى أفكر بس. 15 ثانية. هنا يا وليد أنا أقول لك حول. أحد يعرفه؟ أحد يبغى يا إخوان؟ أحد له رغبة؟ أحد له شف؟ ثلاثة اثنين واحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عوافي. نروح لحبيبنا علي الكلثم جو الكلثمي جو آخر الليل جميل صراحة. يعني أنا كنت طفشان أحيانا آخر الليل أقوم أتابعكم. الله الله يرضى عليك. الله يوفقكم إن شاء الله. شرف لنا والله. ما هي المدينة المصرية التي كانت تسمى بالقلزم؟ كشف خيارات كشف خيارات. هل هي السويس المنصورة أو الإسكندرية؟ اقرا والله بغلط بس كذي. اي كلموا ناصر الحربي يا رجال. المنصوره توكلنا على الله والله اني امزح. الاسكندريه السويس هي اللي جابها. صوتك صوتك الموج والمينا وصوتك والله يذيكم. اعطونا 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 القوه الثانيه. ما احد لسه انتظر ما في شيء. عنك سمعتك والله الجوهرة المنسية ما تنفع ترى اليومين ذي والله. كان بيع نويها والله. الكلثمي 14. عبد العزيز جهز نفسك. ها اوكي عطني رقم 11. رقم 11 قم 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 قم. عبد العزيز السعيد. عبد العزيز السعيد اتي اتي. لا اله الا الله. مبروك ابراهيم. اول ترى اصعب شيء الواحد ينصدم وهو جنبك. طيب لا 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 يلا حلوين حلوين بس الله يعينك تسهر اخر الليل لان الرجال بثه في الليل. سؤالك يقول ما هي دار البوار؟ في القران الكريم ذكرت دار البوار. عطنا شو اسمه خيرات. اي اصبر ولا تحويل. اصبر اصبر شبك؟ ابي اشاركه مو على كيفك عشان نفس الشيء. عينك بعينه. لا خلاص طيب عشان ما يخصم عليك يا وليد. اجاوب ولا اختار خيارات؟ بكيفك. سؤال عندك. انا اقول انها الاخره.
الآخرة؟ ومع السلامة. الله يستر عليك. إجابة خاطئة. جهنم الإجابة. الإجابة جهنم. جهنم كلها واحد. واحد. لا لا لا. لا قلت الآخرة. كل واحد في الفاضي. واضح المصير. من قوتك الثانية؟ ذكرني علي علي. علي جزمي. والله إن المشكلة اللي هناك شنو؟ أنا كنا أكبر. فيصل. يعني أنا ما أدري إيش بتق. استوب استوب استوب. الله حيا. ما بسمع كلام.